السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم دعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. قال محمد اليوبي في تصريح له: هذا محض افتراء افتعله أناس دأبوا على خلق الفتن بعدما حاولوا إثارة المشاكل بيني وبين الوزير الذي لا مشكلة لي معه بتاتا، وبعد عجزهم أثاروا مسألة انتمائي لحزب ما أو حركة ما. وأضاف: علما أن الانتماء للأحزاب في حد ذاته ليس مشكلا، ولكن تنويرا للرأي العام ودحضا لكل ما قيل، فأنا لا أنتمي لأي حزب ولا لأي حركة وأحترمها كلها. لهذا ألفي نفيا قاطعا ما تم ترويجه عني بهذا الخصوص. وكان مصدر قد أفاد في تصريح سابق أن شبهات تسريب معطيات حامت حول اليوبي لما له من علاقة وطيدة بحركة التوحيد والإصلاح، الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية، وعند مناقشة الموضوع من قبل الوزير أي الطالب دون ما أن يوجه له أي اتهام مباشر، انتفض في وجهه وقدم استقالته شفهيا، واعتبر أنها الاستقالة ردا عما طاله من تهميش وعدم إشراكه في القرارات التي يتخذها الوزير، ومنها قرارات الصفقات التي عقدتها الوزارة خلال مرحلة المعركة ضد جائحة كورونا. نشكركم على حسن المتابعة.